السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من مطبخ بيتي. النهاردة هنعمل العيش الشامي على الطاسة بدون فرن، يبقى سهل جدا وبسيط خالص ان شاء الله، ومقاديره كمان سهلة وبسيطة وان شاء الله يعجبكم. وعايزة اوريكم، بصوا طري جدا جدا اهو، ومش بياخد وقت في التسوية خالص، بإذن الله هيعجبكم جدا. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. انا معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، دي لكل الاغراض، ومعايا هنا معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعايا زيها معلقة كبيرة مليانة سكر ورشة ملح ونص معلقة بيكنج باودر، خلاص. ومعايا هنا ربع كوباية لبن باودر او معلقتين كبار مليانين، وممكن الاستغناء عنهم. ومعايا هنا ميه دافيه للعجن، اشوف هحتاج قد ايه. طيب هقول حاجه انا هعملها ايه، هو سهل خالص وبسيط ما فيهوش اي حاجه. هعمل ايه، هحط كل المكونات الجافه مع بعضها واللبن، وديهم بقى ايه تقليبة كده مع بعض. وابتدي احط المية بقى شوية بشوية. بسم الله. والميه يا جماعه تكون دافيه، نخلي بالنا ما تبقاش سخنه قوي تبوظ الخميره، او ما تخليهالناش نشطه معانا، او ما تبقاش بارده قوي، ناخد بالنا تبقى يعني دافيه كده. ونعجن بقى لغايه ما نشوف، يعني لغايه ما العجينه تلم معايا وتنضف لي الطبق اللي انا بعجن فيه زي ما اتفقنا، عشان تبقى عجينه نظيفه افضل اعجن فيها لغايه ما تنضف لي الطبق بتاعي. واحط شويه ميه بشويه ميه كده، مش عايزه ميه تاني اهي. هي خدت معايا حوالي كوبايه الا ربع ميه، خلاص كده. وبرده يعني عندك هيبقى الاختلاف في نوع الدقيق، فممكن نوع الدقيق بتاعك ياخد اقل، ممكن ياخد اكتر، فاحنا نحط شويه صغيرين بشويه صغيرين، ونعجن لغايه ما نلاقيها نضفت معايا الطبق، وان هي عجينه بقى ايه بقت نظيفه كده معانا زي ما احنا ايه عارفين. انا بس هاخدها بقى من الطبق واكمل عجن على الترابيزه. لازم تتعجن يا جماعه مش اقل من 10 دقايق، يعني من 7 دقايق ل 10 دقايق. نقعد نعمل كده اهو، نفضل نعمل كده بقى مش اقل من 7 ل 10 دقايق زي ما اتفقنا، لغايه ما العجينه عندي تبقى ملساء كده من فوق وتبقى ما فيهاش الحاجات دي. بصوا، لا لازم العجينه تبقى طريه خالص كده من فوق وما فيهاش اي حاجه من دي. فانا هفضل اعمل كده بنفس الطريقه من 7 ل 10 دقايق، ونشوفها تاني مع بعض. انا خلصت كده اهو عجن في العجينه، بصوا لونها اتغير معايا ازاي وملمسها بقى عامل ازاي. بصوا بصوا بتمط معايا ازاي، علشان اتخدمت كويس. بصوا عشان اتخدمت كويس واتعجنت حلو جدا، فبقت عامله معايا ازاي. طبعا لازم هسيبها تخمر اهي، هسيبها معايا بقى تخمر، احط بس في، بصوا ملمسها بقى ناعم ولونها فتح جدا عن الاول. هجيب بس ايه
طبق او حاجة احط فيها، هحط فيه شوية زيت صغيرين اهو، حبة زيت صغيرين جدا، واحطها واحط وبرضو المحها كده على الوش بشوية زيت صغيرين خلاص، وهغطيها كويس واحطها لغاية ما تخمر ويتضاعف حجمها، ونشوفها بعد ما تخمر. تعالوا بقى نشوف العجينة بعد ما خمرت اهي. بسم الله ما شاء الله، بصوا عليت ازاي. هاخدها بقى كده معايا، فرغ الهواء اللي فيها ده برضو كده عشان بس اقطعها، فبحاول اعملها مطولة كده علشان اقطعها احجام متساوية على قد ما اقدر يعني اهي. ما شاء الله يدوب نص ساعة، وزي ما انتوا شايفين كده بس. وابتدي اقطع بقى، بس اتقطعت معايا على 9 كور تقريبا. انتي برضه قطعي الاحجام اللي تعجبك. طيب وهعمل ايه؟ هجيب صينيه كده رش فيها دقيق اهي زي دي، واخد ايه واحده واحده واحاول ادورها كده اهو كده اهو، اعملها بالمنظر ده ادورها كده خلاص، وارصها في الصينية كده. اعمل واحدة كمان اهو اهو كده، بالمنظر كده ده اهو، احطها كده. وده شكل الكور اهي بعد ما خلصتها. هرش بس على وشها شوية دقيق اهو، كده، وهسيبها برضو ترتاح حوالي نص ساعة. معلش يا جماعة، احنا هنسيبه يرتاح كام مرة كده بس في الاخر عشان يدينا النتيجة كويس. فانا عامله احجام صغير وكبير، يعني هتلاقوا في كور اهي صغيره عشان برضو لما تشوفوه بيستوي وتشوفوا الحجم اللي يعجبكم تبقوا تعملوها عليه. فانا هسيبه بقى نص ساعه يرتاح ونرجع تاني نشوف هنعمل فيه ايه. ودي شكل الكور اهي بعد ما سبتها نص ساعه. هعمل ايه بقى؟ هرش كده على الترابيزه شويه دقيق وهاخد معايا اول كوره انا عملتها اهو كده، وارش عليها برضو شويه دقيق اهو، وافرد بقى كده كده. احاول كل شويه الفها كده وانا بفرد علشان تبقى مدوره معايا، يبقى الشكل الرغيف مدور معايا اهو كده. هي العجينة اصلا ما شاء الله حلوة معايا قوي علشان انا خدمتها كويس وعجنتها حلو، بس هي كده ايه خلاص تمام.
بصوا بقى، عايزه اوريكم تقريبا بسمك نص سنتي اهو، بصوا رفيعه كده قوي، لان برضو هنسيبها نص ساعه كمان. فانا اهو خلاص ماشي واركن كده، بس اعرف ان انا حطيت اول واحده فين. خلاص، وناخد التانية كده اهو، ورش برضو كمية دقيق بسيطة عشان بس مش يلزق معايا كده وانا بترك، واعمل كده كده وكده. وادي التاني خلاص، اكمل بقى بنفس الطريقة دي بقية الكور. وكده شكل العيش اهو بعد ما فردته كله، ورشيت على الوش دقيق وبرده تحت دقيق عشان ما يلزقش على الترابيزه. هغطيه بقى بس بحاجه تكون خفيفه قوي، ما تبقاش تقيله عليه. هغطيه واسيبه زي ما هو كده نص ساعه كمان يرتاح. خلاص، تعالوا بقى نسوي العيش بتاعنا بعد ما سيبناه يرتاح. في طاسه على النار نسخنها كويس جدا، ونحط العيش بتاعنا على نار عاليه. يبقى احنا كده يا جماعة عملنا ايه؟ خليناه يخمر او يرتاح حوالي ساعة ونص اول مرة خالص اول ما عجناه، وتاني مرة لما عملناه كور، وتالت مرة لما فردناه، كل مرة نص ساعة، يعني حوالي كده ساعة ونص. وبعد كده هنبتدي نسويه. وفي الطاسة زي ما احنا شايفين كده اهو، ابتدى يعمل معايا فقاقيع كده اهو. اهو بصوا بيبتدي يعلى معايا. هو كده هو تتشمع من تحت، هقلبه اقطع مني اهو، مش بياخد وقت خالص. وطعمه بيبقى حلو جدا، لبن البودرة بصراحة بيديله طعم حلو قوي، احلى ما تعجنيه بلبن حليب، يعني بيبقى باللبن البودرة ليه طعمه كده حلو قوي. خلي بالي بس انها بتبقى سخنة قوي. كده خلاص اهو استوى وخد لون من اليمتين، اطلعه على طول بقى على فوطه تكون نظيفه، يعني اغطيه كويس اهو، واحط واحد كمان. اهو مجرد ان هو بس يتشمع من تحت كده، نقوم جايين قلبينه اليمة التانية. اهو بدأ يعمل معايا برضو الفقاعات اللي بيعملها. مش بياخد وقت في التسوية خالص. احاول بقى اقلبه اهو،
خلاص هو كده تمام قوي. هطلعه برضو على فوطة ناشفة زي ما اتفقنا ونغطيه كويس جدا عشان ما ينشفش مننا، وهكمل بقية العيش بنفس الطريقة. وده يا جماعة شكل العيش اهو بعد ما خلصت الكمية اللي معايا كلها، واتمنى ان انتوا تجربوه يعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك في القناة مطبخ بيتي. باي باي.